السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من توب 10. تطوير الألعاب مهمة ما هي سهلة أبدا، ونسمع بفرق كثيرة تأخذ سنين عديدة حتى يطلعون لنا بمنتج معين، لكن اليوم راح نتكلم عن الألعاب أخذت طريق العكس تماما وما طولت في التطوير أبدا. في المركز العاشر دارك سولز. بعد نجاح ديمون سولز الإعلامي ونجاحها المقبول ماديا، شركة فروم سوفتوير رجعت تضبط في وزنية وصفة هذه اللعبة وأطلقوا لنا لعبة دارك سولز بعد سنتين من التطوير، واللي بشكل جدا سريع صارت معلم من معالم صناعة الألعاب، والكثير من اللاعبين والمطورين صاروا يشوفون هذه السلسلة من واحدة من أفضل الألعاب اللي قدمتها صناعة الألعاب. مخرج اللعبة هيتاكي ميازاكي قال بأن اللعبة مستوحاة من قصص خيالية وقصص خيالية مظلمة، وبشكل مخصوص من المانجا العريقة برزيرك. هذا غير أن الكثير من المناطق المتواجدة في اللعبة مثل أنورلاندو مصممة بشكل مشابه من واحدة من أكثر المعالم الفرنسية المعروفة، وهو القصر شاتو دي شامبات. غالبا النطق للاسم الفرنسي هذا اللي قبل شوي غلط، لكن تخيلوا كل المناطق في اللعبة العميقة والدواعيس حقتها والأسرار. هذا غير أن الشخصيات الموجودة غامضة والنصوص والأسلحة، كل هذه الأشياء أخذت بس سنتين. في المركز التاسع سوبر سماش ميلي. الجزء الثاني من سلسلة سماش اللي تحط مجموعة من شخصيات نينتندو في حلبة واحدة ويخليهم يتضاربون. راح تحصل شخصيات من سلسلة سوبر ماريو، ذا ليجند اوف زيلدا، بوكيمون، ستار فوكس، مترويد، ماذر، الكثير. وكل سلسلة لها مراحل مخصصة، على عكس العاب القتال التقليدية فكل شخصية ما عندها عداد دم، والمباراة هنا اشبه بممارات السومو، بحيث هدفك فيها انك تطلع خصمك من المرحلة. كل لاعب له نسبة، وهذه النسبة تمثل نسبة طيرانك لما تنضرب. كل ما ارتفعت نسبتك تصير عرضة اكثر بان اي ضربة راح تطيرك خارج المرحلة. اللعبة بشكل عام وخاصة هذا الجزء لاقى نجاح كبير، وكان احد اكبر الالعاب الرياضات الالكترونية لفترة طويلة. الشيء المثير عن هذا الجزء هو ان اللعبة كان مفروض بانها تصدر بنفس يوم اطلاق جهاز الجيم كيوب، لكنها نزلت بعد شهر من صدور الجهاز، وتم تطوير اللعبة بس خلال 13 شهر، وتعتبر اكثر لعبة مبيعا على جهاز الجيم كيوب. في المركز الثامن Left 4 Dead 2. قبل مرور سنة على اصدار الجزء الاول من لعبة Left 4 Dead، كشفوا فالف عن طريق مؤتمر مايكروسوفت في E3 2009 عن Left 4 Dead 2 اللي كانت ولا تزال حصرية على جهاز الاكس بوكس 360. خلال فترة تطوير اللعبة اللي استمرت لمدة سنة واحدة، فالف كانوا ناويين يغيرون اسمها إلى Back 4 More، لكن ثبتوا على Left 4 Dead لأن اسم Left 4 Dead معروف بشكل أكبر. اللي ما يعرف اللعبة فهي لعبة تصويب فيها أطوار متعددة، أشهرها كان الطور الجماعي اللي تتعاون فيه أنت وثلاث أشخاص في النجاة وقتل كل الزومبيز حتى تتقدم في أحداث كل مرحلة. في المركز السابع The Legend of Zelda Majora's Mask. هذه اللعبة حتى بعد مرور 20 سنة من صدورها تعتبر أغرب لعبة في هذه السلسلة، وبنفس الوقت مو بمجاسفة. البعض يشوف إصدار لعبة زلدة بهذه الغرابة وتحديات مختلفة وكونها سوداوية على عكس الأجزاء السابقة يخليها مجازفة، لكن بنفس الوقت ما كانت مجازفة لأن اللعبة تستعمل نفس المحرك والتصاميم حقت The Legend of Zelda Ocarina of Time. بغض النظر عن هذه النقطة، منطقة اللعبة كانت جديدة وتم التعديل على أسلوب اللعبة بشكل كبير، وصار عندك 5 أساليب مختلفة في القتال والتفاعل مع العالم. هذا غير ميكانيكية الوقت اللي كانت تحوم حولك، بحيث كان عندك بس ما يعادل 3 أيام من ساعات اللعبة، وإذا ما خلصتها تموت. طبعا مع تقدمك بتجيك مهارة تخليك تعيد الوقت، ومن هنا تبدأ تحاول تحل مشاكلك في اللعبة. اللعبة قدمت اختلافات كثيرة لمفاهيم زلدة، والبعض يعتبر أن هذا الجزء واحد من أفضل أجزاء السلسلة إن ما كان الأفضل. وتخيلوا أخذت من فريق التطوير حوالي سنة تقريبا حتى ينهونها وينزلونها في الأسواق. في المركز السادس كراش بانديكوت وورد. الجزء الثالث من سلسلة محبوبة كراش، وأحداثها تكمل على طول من بعد أحداث الجزء الثاني، بعد ما يطيح كراش على كوكب الأرض ويطلق سراح الشرير أوكا أوكا، الأخ التوأم إلى أكو أكو أو بردقة، وهذا الأخ الشرير ينضم مع الدكتور نفاريوس أو الدكتور إن حتى يحاولون بتجميع الكريستالات حتى يستعبدون كوكب الأرض. هذا الجزء على وقته كان مثير لأنه قدموا مبرمجي 3 محركات ثلاثية الأبعاد جديدة، واحد منهم لمراحل الطيران، الثاني لمراحل الجيتسكي، والثالث لمراحل الدبابات. طبعا محرك اللعبة الأصلي موجود وهذا تحصله في مراحل اللعبة التقليدية. مع كل هالزحمة وهذه المحركات، فريق نوتي دوغ قدر يطور اللعبة بحدود 10 شهور ونصف، ولما صدرت حققت نجاح كبير وباعت أكثر من 6 مليون نسخة. في المركز الخامس مورتال كومبات. أيقونة من أيقونات الألعاب وبالتحديد ألعاب القتال، وصممت أساسياً اللعبة من شخصين، المصمم والمبرمج إد بون والمصمم جون توبايس، وهم طوروا الجزء الأول من اللعبة لأجهزة الأركيد التابعة إلى ميدوي اللي كانوا هم موظفيها. تطوير اللعبة أخذ منهم ومن أعضاء الفريق تقريباً 10 شهور. اللعبة بشكل سريع نشأت نفسها ولا حاولت بتقليد المنافسين، لدرجة أنها تركت بصمتها في ألعاب القتال، بحيث مورتال كومبات كانت أول لعبة عملت عن نظام الجاجلينج اللي يخليك تضرب خصمك وتطيره للهواء وتخليه معلق في الهواء إذا كنت مستمر في ضربه.
وهذه الحركة استهرت مرة لدرجة أن صرنا نشوفها في ألعاب القتال الثانية. النقطة أخرى مميزة فقط في هذه السلسلة وهي الفيتاليتي، هي ضربة نهائية لما تسويها تشوف الخصم حقك يقتل بطريقة شنيعة جدا. المركز الرابع Warcraft 2. World of Warcraft اشتقت من سلسلة Warcraft اللي هي كانت لعبة Real Time Strategy. خلال لعبك راح تجمع موارد حتى تبني مباني وجنود حتى تقتل وتتخلص من خصمك في الجهة الثانية من الخريطة. اللعبة لما صدرت حققت نجاح كبير وباعت 3 مليون. اللعبة تم تطويرها فقط خلال 10 شهور، وطبعا هذه بس نسخة الـ MS-DOS. في المركز الثالث GTA Vice City. هذه اللعبة صدورها إنجاز لأن فريق روكستار قدر يطورها بس خلال 9 شهور، يعني بعد ما أصدر الجزء الثالث من اللعبة بفترة اشتغل عليها وخلال شهور معدودة نزلت في السوق. لما الواحد يتذكر العالم الضخم والمدينة المشابه لمدينة ميامي الأمريكية الجميلة، إلى عدد السيارات والأنشطة المختلفة اللي تقدر تسويها في العالم، راح تحس أنها نوعا ما معجزة أنهم قدروا يخلصون اللعبة هذه بهذا السرعة. في المركز الثاني The Legend of Zelda Wind Waker HD. أحد أكثر أجزاء زلدة المحبوبة ونوعا ما كانت فعليا أول لعبة من السلسلة قدمت عالم مفتوح. عطتك بحر كبير وفيه جزر مختلفة تقدر تستكشفها على راحتك. هذا غير انها قدمت اسلوب فني جميل ومميز. حتى لو ترجع تلعب نسخة الجيم كيوب اليوم راح تحصلها جميلة. بينما النسخة اللي بنتكلم عنها هي حقة الويو اللي رفع جودتها نينتندو وخلت رسوم اللعبة تصير اجمل. وكل الوقت اللي اخذوه للتطوير وحتى يحطونها بجودة HD كانت بس 6 شهور. في المركز الاول بامبرمان. لعبة بامبرمان كانت من امتع الالعاب التنافسية وكنت تقعد ترمي قنابل وتقعد تحجر لخصمك حتى يموت. بعد كان لها كرتون ممتع اسمه بيدا بول على سبيستون اذا تذكرونه. الجزء الاول من اللعبة نزل اول شيء على الاركيد، ومبرمج اللعبة شين ناكاموتو قرر ينزل اللعبة على جهاز العائلة واشتغل عليها لوحده وجلس يطورها لمدة بس 3 ايام، وبخلال 3 ايام هذه خلصها ونزلت اللعبة وباعت اكثر من 1 مليون نسخة. وهذه كانت ألعاب أخذت وقت تطوير قليل. شاركونا بأسماء ألعاب تعرفونها ما طولت في التطوير. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.